محمود انا عايز اسمع رايك بقى في الهدفين اللي علي سجلهم. انا ممكن اكلمك على الهدف الاول. عاوزين نتكلم عن الهدف الاول وهبعد عن سياق المباراه شويه واروح لمؤتمر الصحفي بتاع مارسيل كولر. لما الراجل كان بيتكلم مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قال محمود عبد المنعم كهربا هو الخيار رقم 3 بالنسبه لي. انا بشوف ان التصريح ده هو تصريح بيستفز كهربا علشان يلاقيه في الملعب. بأمارة ايه؟ بأمارة ان رقم 2 النهارده كان موجود في الملعب ولكن اللي لعب رقم 3 بناء على مارسيل كولر. مارسيل كولر عارف كويس جدا ان كهربا لعيب مش هقول لك عاطفي ولكن هو جعان وعاوز في ماتشات الاهلي والزمالك عاوز يثبت شيء، وده اللي حصل في الهدف الاول اللي الكل ما خدش باله. بقول لك ايه، دي ملحوظه عظيمه ساده. بقى انا دلوقتي ترجمت معايا، انا كنت متضايق من كولر ان قال على على كهربا المهاجم استفز عشان طلع احسن معاه، بس اكيد كولر حافظ شخصيته. عارف ليه بقى كريم؟ عشان تعالى نشوف اللقطه بتاعه الهدف الاولاني. كهربا ما كانش ليه اي خطوره النهارده على مرمى نادي الزمالك وكور كتيره جدا قطعت بينه، لكن انا عاوز اوريك على الضغط اللي كان عمله كهربا في لقطه الهدف الاول. يلا هي بالظبط كده يعني. نرجع بقى قبل ما الكوره تتقطع بالظبط كده، تعالى نتفرج. بص هنا كرة هتروح لعبد الله السعيد اللي اجهد بدنيا في اخر 10 دقائق. بص كهربا فين؟ كهربا قام جاي ضغط على الراجل، الكره اتقطعت، قام دخل في النص ناصر ماهر وهيحصل خناقه في وسط الملعب. بص بقى الكره لما تقع او كهربا وقع على الارض، الراجل بيقاوح وبيعافر وبيغل بلغه الكره زي ما انت عاوز، وقام مطلع الكره لعمر كمال عبد الواحد. قام عمر كمال عبد الواحد مطلع الكره على طول لقفشه، وقام قفشه لاعب الاوفر لامام عاشور. فهي النقطه هنا ان انا ممكن استفز اللعيب عشان يديني افضل ما عنده. مين اللي كان بيعمل كده؟ جوزيه مورينيو لما كان في الانتر، كان بيستفز ديجو ميليتاو، كان يطلع في المؤتمر الصحفي يقطع فيه ويقول ده لعيب كذا وكذا وكذا، كان ديجو ميليتاو بعد كده بينزل يكذب. فانا بقول لك استفزاز مارسيل كولر لمحمود عبد المنعم كهربا هو اللي ممكن اداله لقطه واحده بس نهى بيها النادي الاهلي، اللي النادي الزمالك كان افضل منه النهارده، والنادي الزمالك كان عنده فرص اكتر، كان عنده خطوره اكتر، ولكن النادي الاهلي كان حاسم بشكل كبير. ولقطه زي دي توريك ان مارسيل كولر مدير فني عبقري يعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع كل لاعبي النادي الاهلي. لقطه ذكيه. هتتكلم على الهدف الثاني ولا الهدف الاول؟ خلاص اللقطه بتاعت البصه بتاعت مروان عطيه جيمي اتكلم عليها، فخلاص بقى انا وجيمي واحد. بامانه؟ ده طبعا كلنا هنا واحد. كنت كده على الهوا بره الهوا. فاكر لما انت قلت لي يوم السبت اللي فات؟ ايوه بس احنا مش هنسيبه برضه موضوع ال كل ما اشوفه اقول له اقول الكلمتين وهترجع تقول لي الوقت يداهمنا دلوقتي. انت بتهرب يعني؟ لا الوقت احنا معانا بقى للصبح. قول عايز تقول ايه على مودي؟ يلا انا قاعد. احنا معانا للصبح بقى. لا لا زعلان منه. ماشي فين الكاميرا؟ انا معاك يا الساده المشاهدين. محمد جمال كان كل مره يجي هنا ويقول مودي استجيب ثلاث تجوان في اول ثلاث ماتشات. يا ابني ده الثلاث ماتشات دول فاتوا من ثلاث ماتشات. خلاص ما بيلعبوش. خلاص عامل له ايه؟ طيب ما بيلعبش. وقال قبل الماتش ان الاهلي كسب 3-1. الاهلي كسب 2-0. خلاص ما فرقش. فرق اثنين. وبعدين جمال عنده حته حلوه. شكل اثرياء. خلاص جمال كمان لما بيجي يقول لك حاجه يقول لك ايه؟ مودست هيجيب في الثلاث ماتشات. هو بيقولها بقى بيقرا اصلا. انت حسيت ان هو جاب الثلاث اجوان؟ انت رايح تحتفل مع مودست بالثلاث اجوان؟ خلاص خلصانه يعني.